كابتن علاء، فوز مستحق للنادي الاهلي. اكيد طبعا فوز مستحق. قبل ما ابارك للنادي الاهلي بقول اسوان مبروك على المجهود اللي ادوه النادي الاهلي قدام النادي الاهلي. حاول طبعا قدر امكانياته، حاول اطول وقت ممكن، لكن فرق امكانيات كبير قوي بين لعيبه النادي الاهلي واسوان. الرغبه عند النادي الاهلي عايز يضغط خط، عايز يحسب زي ما اتفقنا في الاستوديو الدوري. الشوط الثاني فنيا اعلى من الشوط، اعلى من الشوط الاول. تحس ان في اللي فرق في سرعه الحركه نفسها، يعني في ضغط عمل كويس في نص الملعب. ديانج لما نزل اعتقد نص الملعب تحس ان دفاعيا بقى تقيل شويه. طبعا دي الفرص اللي جت، طبعا دي ضربه جزاء دي في بدايه المباراه كان كابتن ناصر بقى يتكلم عليها، لكن ما اعتقدش كان فيها، مش عارف يعني، من وجهه نظري ما فيهاش لمس، لكن كابتن ناصر اكيد معانا هو اللي هيشوفها. دي اول كانت بدايه المباراه يا ايمن اللي احنا كنا فيها بين الشوطين، كانت بدايه بدايه كانت كويسه جدا للنادي الاهلي، هجوميه وضغط كويس قوي الى ان احرزنا الهدف الاول. حلو قوي مجدي عملها، بص كويس قوي، استنى عليها. هو مجدي عملها كمان يعني بلقطه الكره حنينه كده خفيفه خالص ما فيهاش قوه، لكن هو يا دوب لمسه جيرالدو. 1-0 بعد كده اعتقد ان اسوان بدا يلعب لعب جيم خالص، بدا يهاجم وخلص الشوط الاول على كده. هسول حاجه في حد تاني هسول حاجه ايمن هسول حاجه. لا لا بص محمد مجدي قفشه وقف بص بص وعمل الكوره المسافه قريبه جدا، عايز كويسه جدا في رجله عشان يطلع الكوره كده مظبوط. الشوط الاول شوط مفتوح، شوط مفتوح يعني شوط مفتوح من ناحيتين، وزي ما اتفقنا كانت النادي الاهلي حته التمركز في نص الملعب وحته المساحات كانت موجوده، حته التقدم الدفاع اللي هو كان بيتكلم عليه عادل. لكن الشوط الثاني حل كبير، بعض الاخطاء بدات تتحسن، نص الملعب بدا فيه ضغط كويس، نص الملعب المسافات قربت. التغييرات الطريقه اللي عملها مستر فيلر اعتقد جابت مردودها، حتى تغيير محمد هاني تغييره وليد هدف دايما الفيرو هدف دي احسن حاجه بتديله ثقه هو حتى لو لعب وقت قليل. لكن تحس برضه الشوط الثاني اللياقه البدنيه وتحركات اللعيبه تحس ان هم بدنيا اجهز بكتير جدا على لعيبه اسوان، وده يحسب برضه لعيبه النادي الاهلي. النهارده يمكن العقل زي ما بيقولوا اصابه متولي، يا رب ان شاء الله يطلع خفيف، اصابه جيراردو، محمد شيخ ثلاث اصابات برضه، يعني انت مش محتاج حاجه زي كده. حلو قوي كمان، قوي 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 حلو قوي فعلا، لمسه حلوه كمان. الجول جابه وليد حلو قوي، الجول الثاني حلو قوي لباجي، العرض الاستلام لوليد. طبعا وليد يعني وليد استلام الكوره بالسحبه اللي عملها دي، بص على نفسه وعلى شماله وليد طبعا لا يخطئ، وهداف النادي الاهلي، سبع اهداف النهارده ما شاء الله على وليد. مهما يلعب وليد لو وقته قليل تقريبا كان بيتكلم في الوقت ده، بيقول لك وقت بيلعب وقت قليل او حتى ما بيلعبش الوقت كتير قوي، لكن هو على طول هداف النادي الاهلي ودايما فايلر عنده ثقه في اللعيبه المهاريين اللي كل حاجه حلوه طبعا في اي مدرب يتمناها. الراجل مجهوده كويس جدا، بيحاول حتى لو يلعب خمس دقايق بيأدي كل حاجه جدا في الملعب، جدا في الملعب غيره جدا على فرقته. وليد دايما عايز يكسب، مش عايز ان هو حته ان هو يتعادل او خساره، دي مش موجوده عند وليد. يعني كده في الشوط دايما الحمد لله بقاطع، الحمد لله مبروك على لعيبه النادي الاهلي. وبس اسوء حاجه النهارده يا رب ان شاء الله ادي الجول حلو قوي. بص لعيبه اسوان يا ايمن تحس ثاني خلاص في مساحات اللي انت بتروح عليها. بص يعني اسلام الهادي من هاني، تحرك هادي باجي، بص وليد فين، بص محمد مجدي الشوط الثاني كان ناحيه الشمال على فكره. بص حلو قوي، شايف كويس قوي، باجي هتتلعب لهاني، حلو قوي هاني. بص هاني يعني كل السحبه دي هي جول، استلام بالبصه هي جول، ده الفرق بين اللعيب الموهوب واللعيب العادي، حد يوقفها لسه وكده. ممكن نرجع ورا شويه، نرجع بالصوره شويه. الهدف ده ايمن عايز ايه؟ انا كنت هقول لك بص على
اللياقه البدنيه لعيبه اسوان في التوقيت ده. ما انا بقول لك بص، لا بص اللياقه وبص المساحات وبص خلاص يعني المساحات كبيره قوي في نص الملعب، كنت بشوفها كده في الشوط الاول، لكن خلاص يعني بدنيا اسوان طبعا على فكره اليوم كل التحيه. بص ادي خمس لعيبه مضروبين في باص. انا عايز اوريك صوره لعيب وهو ماشي بالراحه مش قادر يروح لوليد سليمان. كمل هو ماشي، كمل. هو ده هو ده اللي حصل الشوط الثاني يا ايمن. كمل يا سمر. بص يعني هم دلوقتي اربعه بس، اربعه على ثلاثه. بص جنب اللعيب اللي جنب الحكم. ايوه انا بقول لك خلاص هم بدنيا خلاص يعني دول اقصى حاجه عملوها اليوم اليوم كل التحيه. لكن عايز اقول لك اللي واحد استلم كوره لو عندي بادجي نرجعها. بص على بادجي، بص على هاني. هاني استلم بس هاني رفع عينه وشايف وليد لعبها كويس. حتى الناس اللي في الاثنين المساكين بصوا بعاد قوي عن وليد حته بدنيا ان هو يروح يقطع او يقرب لوليد خلاص. عشان كده بقول لك النادي الاهلي بدنيا لا متفوق جدا وفارق عن باقي الفرق اكيد. مزبوط. اي حد مكانها وليد كابتن علاء يسيبها، كان هيسيبها لقفشه يعني. هو قرار يعني، هو قرار. انا بقول لك كان ده بس وليد هو مقرر هيعمل ايه.